بسم الله الرحمن الرحيم بعد انقضاء يومين من زيارتنا وفريق منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية قضينا يومين في إسلام أباد تشرفنا فيها بزيارة رئيس وزراء باكستان وأيضا معالي وزير الخارجية والتقينا ببعض قيادات البرلمان الباكستاني وتحدثنا كثيرا عن قضية جامو وكشمير واليوم نحن في منطقة أزاد كشمير المنطقة التابعة لباكستان على حد الخط الفاصل للهدنة بين الطرفين أيضا التقينا ببعض القادة العسكريين الذين قاموا بشرح مفصل عن جميع التطورات التي تقع على هذه الأرض واستمعنا باهتمام بالغ عن كل العمليات التي تجري في هذه المنطقة وتناولنا الأحاديث الجانبية في هذا وسجلنا أيضا ملاحظاتنا وأيضا ما تم ذكره من قبل القادة العسكريين في هذه المنطقة.